قامت كاميرا قناة سهيل بزيارة إلى مواقع الشرف والبطولة ومواقع المقاومة الشعبية في محافظة مأرب. المزيد في سياق التقرير التالي. إنها الليلة الثالثة من ليالي رمضان هنا في مديرية نهم. عدسة قناة سهيل ترصد المشهد في مواقع المقاومة والجيش الوطني. المقاتلون في جاهزية قتالية عالية، معنويات مرتفعة وهمة لا تلين. والله هي المعركة في رمضان أحسن المعركة، ويكون النصر الأكبر في رمضان. طيب كيف المعنويات؟ المعنويات حديد، وخاصة في وقت المغرب. الآن وقت الفطور. وقت الفطور أحسن معنويات وقت الفطور. إن شاء الله. إن شاء الله ما نعيد إن شاء الله الله في صنعاء. رجال المقاومة والجيش الوطني متفائلون بشهر رمضان المبارك باعتباره شهر الانتصارات العظيمة والمعارك الحاسمة على مر التاريخ. احنا الان في نهم ولنا من رمضان ثلاثة ايام، والله ما لنا علم من قد مر ثلاثة ايام، ان اليوم بيمشي في ثواني، والله في ثواني. يعني كيف المعركة برمضان؟ المعركة والله اني احسن من المعارك التي قد مضت، وما نحن هنا الا منتظرين الاوامر فقط. ينتظر مقاتلو المقاومة والجيش الوطني توجيهات قياداتهم لاستئناف معركة تحرير صنعاء بعد أن أوقفتهم الهدنة، فهم مصممون على إكمال مسيرة نضالهم والوصول إلى صنعاء طال الزمان أم قصر. والله معنوية في فرضة نهم، في نهم يعني الآن ثلاثة رمضان، إن شاء الله القتال المعنوية عالية، والله منتظرين الأوامر بس، وسنتقدم ونتحرم إن شاء الله إلى صنعاء. وحينما سجى الليل وكان موعد أذان المغرب، وفيما كانت فئة منهم على الخطوط الأمامية يصدون خروقات الإنقلابيين ويقفون حجر عثرة أمام محاولات تقدمهم، بقينا نحن في ضيافة فئة أخرى منهم. مشاهدينا الكرام، في أحد مواقع المقاومة هنا في جبهة نهم يرتفع أذان المغرب، ونحن هنا في ضيافة مقاتلي المقاومة بهذه الجبهة لتناول الإفطار، ونحن في اليوم الثالث من أيام شهر رمضان المبارك، وهم هنا في الجبهة صامدون ثابتون صائمون لربهم حامدون.